موعد أخبار الطقس تستعرضها لنا فاطمة خليل في وقفة أخيرة في نشرة التاسعة. شكرا محمد، شكرا هبة، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشرقية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 36، الصغرى 25، الإسكندرية 35-24، مطروح 34-23، بورسعيد 32-24، الإسماعيلية 37-23، وجوها حار. بالنسبة للسويس 36-24، العريش 32-24، طابة 35-24، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 37-27، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 41-26، أسوان 42-26، الوادي الجديد 43-28، شلاتين 37-27، حلايب 32-26، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.